في عام 2011 طلب الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني أن تتعاون مصر حتى تستطيع أوغندا تصدير اللحوم. المشكلة كانت في عام 2011 إيه بالظبط؟ هو الحقيقة ما كانش فيه مشكلة ولا حاجة. هو كان الرئيس الأوغندي الحقيقة هو عنده فكر استثماري كبير جدا جدا، وهو راجل متطلع لتنمية الاقتصاد في الدولة، وهو يعلم جيدا ان هو لديه ثروة حيوانية عالية جدا. وبالتالي الراجل لما فكر في ان هو عايز ينمي هذه الثروة بإضافة قيمة مضافة ليها. فتزامن في الحقيقة في هذا التوقيت في 2011 ان كانت السيدة سفيرة فايزة ابو النجا كانت موجودة في اوغندا، وهو طلب منها ان مصر تساعد اوغندا في انها تنشئ مجزر على حديث على مستوى عالي علشان خاطر تساعد الدولة في انها تستخدم وتستغل استغلال جيد لهذه الثروة الحيوانية. في الحقيقة انه في مصر في الظروف السياسية كانت في مصر في هذا التوقيت ما كانتش مستقرة، واحنا الحقيقة كنا في هذه الفترة بنفكر ان احنا بعد دراسة الثروة الحيوانية في معظم الدول الافريقية، فكنا عندنا الرغبة ان احنا نطلع بره مصر نعمل استثمار في هذا المجال. فالحقيقة السيدة فايزة ابو النجا عرضت علينا المشروع، وعرضت علينا ان السيد رئيس الجمهورية هنا عنده الرغبة الشديدة وعنده الحماس لهذا المشروع. واحنا جينا في 2011 عيننا المنطقة وعيننا الاماكن وشفنا الثروة الحيوانية وعملنا دراسات الحقيقة، وكانت الدراسات بتلاقي نجاح. كان فيها بعض التحديات خصوصا ان اوغندا دولة حبيسة، فبالتالي ما عندهاش ميناء بحري، وتكلفة النقل عالية جدا، لانه هو لما بيجي ينقل بينقل من هنا لغاية كينيا ومن كينيا على البحر الاحمر. فاحنا جينا عملنا الدراسة وبدأنا المشروع بتاعنا فعلا، من اسسنا الشركة في 2011 في يوليو 2011، ولكن بدأنا بعد استقرار انسب الاماكن للمشروع اللي هي تتلاقى مع اختلاف المناطق اللي فيها الثروة الحيوانية. فأخذنا حوالي 6 شهور لغاية ما ابتدينا نبدأ أول حجر أساس للمشروع، وبدأنا في 2012 فعلا تنفيذ المشروع. الحقيقة أنه الرئيس لما إحنا جينا كان الراجل حقيقة مهتم جدا 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 بالمشروع، ومعتبر أن مشروع المجزر الحديث هو اللي هو المودرن أباتوار هنا بيسموه، هو مشروع قومي للدولة. ليه مشروع قومي؟ لأنه هو حيقدر يستفيد من الثروة الحيوانية المتوفرة في أوغندا في ان هو ينمي الاقتصاد. ما مفهومكم للامن الغذائي؟ الحقيقه المفهوم الامن الغذائي هو الاكتفاء الذاتي. الاكتفاء الذاتي بمعنى ان انا كدوله في مصر لما يكون عندي امن غذائي معناها ان انا قادر على ان انا اكتفي بغذائي من خلال المواد والموارد المتوفره في الدوله. طبعا مفيش اي دولة في العالم تقدر تعمل 100% اكتفاء ذاتي، وبالتالي لازم يحصل تبادل تجاري ما بينها وما بين دول اخرى في انها تتبادل الانواع المختلفة من الاغذية المطلوبة للدولة اللي فيها نوع من القصور او نوع من عدم التوافر او انها كمياتها غير كافية. وبالتالي الامن الغذائي بالنسبة لنا احنا مفهومه انه احنا النهاردة بنقدر نوفر اكتفاء ذاتي لبلدنا من خلال دولة شقيقة ودولة محورية ودولة لها علاقات تاريخية بينا، وفي نفس الوقت في استفادة من كلا الطرفين. انا النهاردة الاكتفاء الذاتي بتاعي ان انا اوفر لحوم جيدة باسعار مناسبة للمواطن المصري، وفي نفس الوقت انا بقدر ان اخلي هذا المواطن المصري يبيع منتجاته ويصدرها الى دولة اوغندا عن طريق التبادل التجاري. فانا النهاردة بدل مثلا ما اروح اشتري من البرازيل او من استراليا او من الهند او من اي دولة من الدول اللي احنا بنستورد منها اللحوم وادفع عملة صعبة بلا مقابل، لا ده انا بستورد لحوم من دولة اوغندا لمصر وبصدر من مصر صادرات لأوغندا، وبالتالي هنا الميزان التجاري بيبقى فيه عدل. فأنا هنا حققت الاكتفاء الذاتي من دولة شقيقة ودولة جوار ودولة من دول حوض النيل ودولة من بيننا وبينها اتفاقيات تجارية، وفي نفس الوقت وفرت الأسعار المناسبة
وفي نفس الوقت وفرنا ان احنا بدل ما ندفع عملة صعبة بلا مقابل، لا احنا بندفع عملة صعبة مقابل عملة صعبة نتيجة التصدير والاستيراد. يقال ان المجزر الآلي المصري اكبر مجزر في افريقيا، الى اي مدى هذا صحيح؟ في الحقيقة ان هذا الكلام حقيقي، لانه احنا لو بصينا وحصرنا دول افريقيا اللي لديها ثروة حيوانية متوفرة جدا، هنلاقي انه اكتر الدول اللي عندها بتصدر لحوم هي جنوب افريقيا، وجنوب افريقيا وكينيا فيها كمية بسيطة، والمجازر اللي فيها مش مجازر كبيرة. فاحنا نظرا لاحتياجات مصر من اللحوم، مصر بتحتاج في السنة بكميات كبيرة جدا لحوم، تستوردها من الهند ومن البرازيل ومن أستراليا ومن باراغواي ومن دول عديدة. فإحنا لقينا أنه الدولة هنا النهاردة محتاجة أن إحنا نعمل مجزر. طيب أنا هعمل مجزر النهاردة أدبح بيه 10 بقرات، ولا عايز أدبح عجول علشان خاطر أقدر أوفر كميات مناسبة تتناسب مع اقتصاديات التجارة؟ بمعنى ان انا النهاردة لو جيت قلت ان التكلفة النهاردة على المجزر هدبح 100 بقرة في اليوم، لا لو هدبح 500 بقرة التكلفة هتقل. نفس التكلفة في تكلفة ثابتة ومتغيرة، فكلما زاد الانتاج كلما قلت التكلفة. فمن هنا فكرنا ان احنا لازم نعمل المجزر بطريقة علمية بحيث ان هو يديني اعلى معدلات. فمن هنا لما جينا أسسنا المجزر على أساس إن هو يبقى أكبر مجزر في أفريقيا، وهو فعلا أكبر مجزر في أفريقيا، وهو فعلا من أحدث المجازر الموجودة على مستوى أفريقيا كلها، لأن دول أفريقيا عندها ثروة حيوانية لكن ما عندهاش مجازر. يعني أنا حضرتك بالمناسبة أنا كنت في معرض في دبي خاص بالأغذية، ودولة الصومال ودولة تنزانيا دعونا إن احنا نروح نعمل لهم مجازر هناك، لأن هم عندهم ثروة حيوانية مش عارفين يستفيدوا بيها. فهو احنا لا نبالغ لما بنقول كده. احنا عندنا الطاقة الانتاجية عندنا 400 بقرة في الشيفت 8 ساعات، يعني احنا لو اشتغلنا 2 شيفت يعني عندنا 800 بقرة في اليوم، وده معدل كبير مش قليل، مفيش حد تاني في افريقيا بيقدر يعمله. وخصوصا ان احنا مش موضوع ان هو مجزر فقط، احنا ليس مجزر فقط، احنا مجزر ومصنع. يعني احنا هنا علشان خاطر تكلفة النقل الخاصة بالابقار الفريش اللي هي بيسموها الطازجة، اللحوم الطازجة اللي هي مدة صلاحيتها 14 يوم. فالنهاردة المجزر في مصر مثلا هو بيذبح ويطلع للبيع، مدة الصلاحية بتاعت اللحوم المعدة في اللحوم الطازجة المذبوحة 14 يوم. فانا النهاردة علشان انا الدولة هنا مفيش فيها ميناء، فأنا بالتالي لازم أصدر الكلام ده بالطيارة، والطيارة تكلفتها عالية جداً.